أخواتي، إن الواجب علينا أن ننصف حالنا مع بعضنا ونشجع الرجال على الزواج بأكثر من واحدة وننبذ ثقافة المرأة الواحدة على حساب أخواتنا. وإن من دواعي مسؤولياتنا أن نلتفت لعلاج هذه الظاهرة الخطيرة التي إذا ما عُلجت سوف تؤدي إلى طعن كرامتها. وهذا ما لا نرضاه لأخواتنا وبناتنا، ولنطلق شعار نقبل بعضنا شريكات من أجل صون كرامة المرأة.